اوكي Good morning, I'm teacher Saida Mahmoud for Genius Online School. Today, إن شاء الله نبدأ Unit 2, Trip 2. إذا أنس دخل أنس دخل من بدري. محمود ولا لسه ما جاش؟ محمود ومين قلت؟ محمود وملك. اليونت بتاعتنا اسمها ايه؟ How are you feeling؟ كيف تشعر؟ How are you feeling؟ اوكي، يبقى ده الموضوع اللي هندور حواليه اليونت بتاعتنا. عندنا اول حاجة في الكي فوكابلري، عندنا وورد يعني جناح او عنبر في مستشفى، فود ستول يعني كشك لبيع الطعام. عارفين الكشك ده اللي بيبقى في الشارع؟ أيوة. فود ستول، اسمه فود ستول. بارك يعني يركن سيارة، لو فيرب، لو نوع هتبقى معناها حديقة عامة. communicate يعني يتواصل أو يتصل. communicate يتواصل أو يتصل. calligraphy يعني فن الخط. sewing يعني الخياطة أو الحياكة. sign language يعني لغة الإشارة. deaf يعني أصم. repair يعني يصلح. اوكي، نبدأ مع بعض. لو اقول اسمه يقول كلمة، نركز بس عشان ايه ننجز بسرعة. شيرين. تمام. وارد. رودي. رودي نعم. قولي كلمة يلا. بوستو. حلا ايه اسمه كده؟ وي كلمة ايه؟ بارك. يس ويل دان. بطوطة. تمام. كوميونيكيت. كوميونيكيت ويل دان. ليموندا. يركز. ايه قلتي ايه يا ريموندا؟ نسيت اهم حاجة وجايت بس انتو اوكي بسرعة. ريموندا قلتي ايه؟ سلرجر. مش نسيت فاهمة اعمل حاجة ايه وجايت الكلمة بس ده. اوكي، اتسكت. لسه بنقرأ في الكي فوكابلري. يا ريموندا انت بتقرأي انهي كلمة بالعربي؟ طيب فن خط. كاليجرافي. كاليجرافي. يس ويل دان. لوجينا. سيوينج. يس ويل دان. عبد الرحمن. ساين لانجويج. محمود ما جاش. أنس. ديس. الناس مش هتقولي ويل دان. ويل دان. أنس. يا أنس. إيس. ديف مش ديف. ديف قولها. ديف. ويل دان. عبيدة. ريبير. ريبير. يس ويل دان. الفاتحين مايكات يقفلوها يا جماعة. اوكي، هنحل مع بعض الكويز ده سريعا. تقع نمبر 1. Some worked as doctor in the children's ward. Word. Yes, with that. يعني عفوا. Okay. Number two, يا ريم.
نمبر 2 يا ريم. I put some biscuits from on the street corner. ثواني وار لا بارد دي يعني عنبر في مستشفى. اخترناه في نمبر 1. هاي ثواني ثواني هشتري البسكتس البسكوت منين؟ ها يا ريم رحت فين؟ يا ريم اقرأي الكلمات طيب اللي فوق قولي ايه معناها. ريم سمعاني؟ طيب جاوب تاني يا ريم، ما سمعتش الإجابة. تقفل المايك. أو اكتبي حتى الإجابة يا ريم لو مش عارفة تفتحي المايك، بس يلا بسرعة عشان وقت الحصة لو سمحتي. خد بالك في الشات بتقول لك انا جاوبت. اه ما سمعتها بتقول وارد، وارد غلط، فقلت لها ايه الإجابة الصح لسه ما عرفتش. ريبورت، مفيش عندنا ريبورت اصلا. شايفه الكلمات دي يا ريم؟ افتحي المايك كده لو سمحت. شايفه الكلمات دي اللي عندي فوق؟ هختار واحده منها. طيب محمود نمبر 2 يا محمود. محمود سامعني يا جماعة ولا ايه؟ ايوه مس ايوه ايوه سامعني. سامعك. فين الناس دي ما بتردش ليه؟ طيب مصطفى. ايوه يا مس. جاوب نمبر 2. I bought some biscuits from a food stand in السلام هوستل. يس فوت ستول. فوت ستول اللي هو كشك في الشارع، كشك طعام. ويل دان يا مصطفى. اوكي مازن نمبر 3. حاضر يا مستر. These people use the sign language to communicate to each other, to communicate together. Sign language. ازاي sign language؟ مس هختار فاضل sign language؟ انت جاوبت انهي واحدة؟ جاوب اه يا مستر أربعة sign وما language. قلتش هو ثلاثة. اه انت جاوبت number 4، احنا المفروض number اه 3. طب تمام ماشي تمام 4 صح اللي انت جايبه، خلاص خلينا في 4 يبقى sign language صح. طيب number 3 يا شيرين. نعم مس. number 3 My car broke down. Can you not repair? repair. yes well done يا شيخ. اوكي بعدين عندنا الكلمات تاني نرجع لها. عندنا jobs، jobs وظائف. call center worker، call center worker يعني موظف مركز اتصالات. computer engineer، computer engineer يعني مهندس كمبيوتر. nurse، nurse nurse يعني ممرضة. police officer، police officer يعني ضابط شرطة. shop worker، shop worker
يعني عامل أو بائع في المحل. street food seller، street food seller يعني بائع طعام متجول. cook cook يعني طباخ. artist يعني فنان، artist يعني فنان. اوكي رودي. call center worker. حلا على يا حلا. طيب بطوطة. نعم يس. اقرأي كلمة يلا. تمام، بس الصوت كان بيقطع عندي، كانت أي واحدة في تاني كلمة، الوظائف. تاني واحد. تمام، كمبيوتر انجينير. well done. ريموندا. نير. well done. لجينا. بوليس اوفيسر. well done يا لجينا. عبد الرحمن. شوب وركر. well done. مازن. نعم يا مس. اقرأ كلمة يلا. جيت فولسر. ايه؟ ستريت فود سيلر. yes well done. محمود. كوك. well done. أنس. أنس. عبيدة. ارتست. well done. الناس اللي مش بتجاوب دي بعمل عليها علامة عشان يبقى في التفاعل، كان أقصد بإذن الله. lesson one بقى عندنا school trip. school trip يعني رحلة مدرسية. patients patients يعني مرضى. patients مرضى. tourists 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 يعني سائحون أو سياح يعني. climb climb يتسلق، هنا عندي ال B silent. climb climb يتسلق. tired 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 يعني متعب. wave 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 يعني يلوح بيده. مصطفى. أيوة يا مس. والأول كلمة school يلا. trip. school excellent. trip. اوكي تقى. أيوة يا مس. تاني كلمة. اي كلمة يلا يا تقى. في أنا جزء يا مس. تحت في lesson 1. تاني كلمة. patience. yes well done. patients يعني مرضى. excellent عشان رودي عايزة excellent. يا سلام بس كده. ريم. ريم ريم اقرأ يلا يا ريم. افتحي مايك يا ريم واقرأي يا صاحبتي. ريم ليه ما بتقرأيش؟ افتحي مايكك واقرأي يلا. اوكي يا ريم بسرعة بس. أنس اتفضلي يا أنس. tourists. yes well done. عبيدة. ايوه. ويلا كلمة. تريد. كلمة يتسلق. كلاين. climb. excellent. مصطفى. بس انا ما قلتليش excellent. excellent. يا سلام. مصطفى.
يا مصطفى يس تيشر. يلا كلمة بسرعة، ايه قول كلمة يلا. قول هي الكلمة. انتوا ليه يا جماعة مش مركزين؟ بعد كده اللي هنده عليه ما يعرفش احنا فين هنعديه، ماشي؟ كلمة متعب، اللي هنده عليه بعد كده ما يعرفش احنا فين بس هنعديه. اوكي يلا، كلمة متعب تحت بلس ون. متعب طيرت. يس مازن، مازن نعم يا مس. يلا كلمة. ويب. يس ويل دن. تمام، بعدين عندنا happen، happen يعني يحدث، happen tonight، tonight يعني الليلة، fountain، fountain، fountain يعني نافورة، keyboard، keyboard يعني لوحة مفاتيح، شيرين، شيرين. معلش بس أنا قرأت، كنت فاكرة إن الواد مفتوح. هابل اكسلنت. رودي tonight. اكسلنت يا رودي. هلا Maintain. اكسلنت يا هلا. بطوطة Keyboard. great job. listen to back. quite، quite يعني إلى حد ما، دي ظرف يا جماعة، adverb. quite. surprise، surprise يعني مفاجأة. traditional، traditional يعني تقليدي. neighbor، neighbor يعني جار. فلافل، فلافل يعني طعمية. skill، skill يعني مهارة. imagine، imagine، imagine يعني يتخيل. sail، sail، sail يعني يبحر بالقارب. painting، painting، painting يعني دهان أو تلوين أو لوحة فنية. art club، art club يعني نادي الفنون. lovely، lovely يعني جميل. dance أو dance الاتنين صح، يعني يرقص. اوكي اللي عندها عليه قول كلمة، اللي مش هيعرف احنا فين هنعديه. تمام. ريموندا. well done. لوجينا. سبرايز. well done يا لوجينا. ملك، ملك مش موجود. تقى. تراديشنال. excellent. ريم. ريم ما دخلتش تاني. اوكي عبد الرحمن. نيبل. excellent. انس. فلافل. well done. محمود. ايه ده مس؟ يعني فلافل بالانجليزي فلافل؟ yes. هما واخدينها مننا ولا احنا اللي واخدينها منهم؟ لا هي أكلة بتاعتنا إحنا، فهم ما عندهمش ليها معنى، فبتتقال زي العرب، زي برضو كشري، حواوشي، محشي، كل الحاجات دي في الإنجليش والعربي واحد. محمود. بس غيروا فيها. باي. إيه؟ باي. مس مس. أنت بتقرأ طب فين يا هو على محمود؟ فكرة في ناس جرين برجر. ده اختراعات عربية مش أجنبية. اوكي. يا محمود أنت الكلمة اللي قلتها دي فين؟ مس الصوب يقطع يا مس.
محمود الكلمة اللي انت قلتها دي try، قلت انا try. اعرف الكلمة يا مس، سمعتها يا مس. ايه الكلمة اللي انت قلتها؟ طيب فينها دي؟ عشان انا مش عارفة والله. كاي 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 مستر بيقول سكاي سكيل كاي، هو في سكاي هنا. طيب سكيل سكيل قصدك سكيل؟ اي اه اوكي، اسمها سكيل يا محمود. قولها تاني يا محمود. سكيل سكيل، يس، اكسلنت يا محمود. عبيدة، عبيدة، Imagine names. imagine، Imagine. imagine، انطقها يلا تاني يا عبيدة، imagine. Imagine. well done يا عبيدة. مصطفى، بس الصوت بتاعكم بيقطع يا صوتي بيقطع عندكم بس كلكم يا جماعة؟ لا 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 مش عادي، مفيش حاجة مشكلة بتقطع. عندك اسمع شو مصطفى. انا سمعت. قال سكيل هو بايدة تقريبا قال ايماجن، التاني imagine، المفروض اقول سيل صح؟ yes اسمها imagine يا مصطفى، اسمها imagine يا جماعة. بصوا حرف الجي في الانجليش عندنا ما بيجي بعده حرف الاي او الاي او الواي، اي او اي او واي، بيتنطق ج ج. اوكي، بيجي اي بعد اي حرف تاني بيتنطق ج عادي. تمام، هنا imagine الجي بعديها اي فتنطق ج، imagine. اوكي اوكي تمام، اتفضل يا مصطفى قول يلا كلمتك. سي سيل، يا سويل ده. مازن، حاضر يا مس. بينتينج اكسلنت. شيرين، شيرين معلش يا مس، كنت في الحمام. أي كلمة اوكي، احنا كلمة دهان في لسن 2. دهان باتينج painting، بس انا painting. قلتها اه سوري، يبقى انا كده لم اصدرجه كده. art اللي club. بعدها هي السؤال ده نشري رودي او excellent يا شيرين، عشان انت بتحبوش ويلدن. اللي معايا ان السنه اللي عدت متعودين على ويلدن عادي. اوكي رودي، Art club. لا اللي بعدها بقى Lovely. excellent. حالة، بنمشي بالدور يا جماعة. حالة، بطوطة، Dance. what، Dance. dance. yes انتي حالة صح؟ حالة اللي جاوبت ولا بطوطة؟ Yes. yes okay. I'm an old today. ساعات يا مش فاكرة نسيت مين اللي قال اللي بيكتب السؤال في الشات، رودي ساعات يعني حرف رودي. بعديها حرف الاي او الاي او الواي بتنطق جه عادي، ده بقى ايه خارج القاعدة. زي مثلا كلمة girl رغم ان هي بعديها حرف الاي اتنطقت جه عادي، فدي بتبقى ايه شواذ للقاعدة يعني. مش فاهم بس قصدك عليه. في حد في الشات بيتكلم عن حرف الجي؟ ثانية بس نرجع كده نشوف. ما هو كلمة جايجل دي أيوة جايجل، دي بقول لك فيها حاجات شاذة عندنا رغم ان يبقى في بعديها اي بتتنطق جه زي لا جايجل زي جيل. أقصد كلمة جايجل دي معناها يعني تقصد جايجل لا قصدي لا الجايجل ده مش جيجل، معناها اللي ضحكة بيضحك. ايه؟ لا هي جيجل بيضحك. اوكي ماشي، انا بقول لكم هي في ساعات بتبقى حاجات خارج القاعدة، فاهمين؟ يبقى هي القاعدة الأساسية بتاعتي بتتنطق جه لما يجي بعديها اي،
ساعات في حاجة تبقى خارج القاعدة زي جايجل زي جيرل مثلا، رغم ان جيرل في بعديها اي هو بس اتنطقت جه برضو صح، ففي حاجات عندنا بتبقى ايه الشواذ عن القاعدة. تمام، هناخد بعد كده ال irregular verbs. بس فرحة من حبيبي واجبي. quickly please، عندنا ال irregular verbs الأفعال غير المنتظمة. drive يعني يقود سيارة drive، drove driven، drive drove driven، drive drove driven. understand يعني يفهم، understood understood، understand understood understood. sew يعني يخيط يخيط sorry، sew sewn، sew sew sewn. stand يقف، stood stood، stand stood stood. catch ممكن يلحق تقولي بيه أو الخيط تاني؟ يسقطه، sew sew sewn. okay، catch يلحق بيه أو يصطاد، coat coat، هنا ال GH silent، catch coat coat. بطوطة تمام. drive drove driven driven driven. تمام ولدا يا بطوطة. ريموندا understand understood understood. well done. لجينا See you, see you, swing. سيوان Seven. well done. تقى تقى Stand, stood, stood. well done. عبد الرحمن من بقى واحد طيب ماشي كاتش كوت كوت يس ويل دان. يبقى الكلمات دي هنحفظها، يبقى علينا ديكتيشن فيها المرة الجاية بإذن الله. ناخد السينونيمز والأنتونيمز بالمرة عشان نسمع الدرس كله، يبقى بقينا الديفينيشنز هناخدهم المرة الجاية إن شاء الله. حاضر يا رودي، والله بنقرأ بالدور. بس عندك الدرس حبتين، ايه؟ الدرس مش كبير 10%. سمع الدرس مش كبير ايه؟ الدرس مش كبير شوية يعني، مش عايزين تاخدوا يعني الباقي؟ لا خلاص ما احنا خلصنا كله، يلا كنا هناخد السنيمز والانتنيمز عشان نعمل ديكتشن مرة واحدة. احنا النهاردة الخميس بقى، لسه معانا الأحد تحفظه براحته. تمام. اوكي، عندنا هنا بيزي يا جماعة، كلمة سينونيم يعني مرادف، انتونيم يعني مضاد. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، انتوا بتحلوا تاخدوا بالكم من الفرق بينهم عشان بتغلطوا فيهم كتير قوي. اوكي، هنا بيزي يعني مشغول او مزدحم، يبقى مشغول للاشخاص مزدحم للاماكن. crowded crowded مزدحم، empty empty يعني فارغ. busy crowded empty. safe يعني آمن، protected protected. dangerous dangerous يعني خطير، دي ايه الانتنين بتاعتها، safe protected dangerous. lazy يعني كسول، lazy inactive active نشيط، lazy inactive active. bored شاعر بالملل يعني حد ملان. uninterested uninterested ده synonym، الانتونيم excited excited يعني منفعل او متحمس. اوكي محمود، محمود بيجي crowded empty empty
ماشي، هي اكس ام واي كمان حاجة. معناها اللي هي فاضي، اللي هي مثلا ال يس، فاضي او فارغ. هي تيجي هي بمعنى فارغ. مثلا، ممكن تيجي بمعنى الصفة مثلا. ما هي فارغ دي صفر. لا يا مس، انا بقول مثلا احنا بنقول empty دي مثلا، على بنقول the basket is empty. يس، ما دي كده صفة. يعني ممكن تيجي وصف الحال. وصف الحال. اه طيب اديني اكزامبل مثلا. ما موجود هنا، هي مش مشغول او مزدحم، busy crowded و empty. انت قصدك ايه وصف الحال؟ اللي هو adverb يعني قصدك، ولا حالة حد؟ ايوه حالة حد. ايوه عادي. ما تمام يا مس. اوكي انس، نعم يا مس. كلمة يلا اللي عليها الدور. انت رافع ايدك من زمان قوي. safe protected dangerous. اكسلنت. يعني صعبة ايه ده؟ والله يا مس انا نسيتها، قعدت افكر كده. ولا يهمك. عبيدة، ايوه يلا الكلمة اللي عليها الدور يا عبيدة. انا لسه جاي. كنت في التويلت. اوكي، كلمة كسول. ليزي، ان اكتف. اكسلنت يا عبيد. مصطفى، مصطفى مس مراد بورست. انين تريستد بورد ان انترستد اكسايتد. ويل دان يا مصطفى. اوكي يبقى كده يا جماعة، بقى لنا هنا ال definitions وبقى لنا ال prefixes وال suffixes. اوكي دول مش هناخدهم دلوقتي، يعني هناخدهم الحصة الجاية ان شاء الله. بعدين تسميع ال vocabulary كلها الحصة الجاية ان شاء الله، هنكمل باقي ال reading والحاجات دي برضو الحصة الجاية، عشان عايزين نبدأ في ال grammar. احنا ال unit اللي عدت كنا اخدنا ال present simple صح؟ This Yeah. unit عندنا ال present continuous tense. present continuous tense زمن المضارع المستمر. الحقيقة هو أسهل من ال present simple، عشان هو فيه أصلا فعل مساعد، فالموضوع هتلاقوه لذيذ جدا. الحقيقة دي تالت مرة ده. هتاخديه كتير قوي، ما تستعجليش، كل سنة هتاخديه. طيب انت أوكي قلت لي ايه المرة اللي فاتت؟ قلت لي تكرار يعلم الشطار. يس، that's it. ال present simple عندنا يعني زمن المضارع المستمر، حاجة مستمرة في الحدوث. اوكي عندنا أول حاجة ايه التكوين بتاعه؟ علينا التكوين بتاعه عندنا بيبدأ بال subject الفاعل، بعدين verb to be، بعدين ال verb مضاف ليه ing. مين يفكرني مين verb to be in present؟ مين verb to be في المضارع؟ am is what am is are. yes well done. برافو عليك. فاكرين شجرة verb to be اللي أخدناها؟ yes قلنا verb to be في المضارع اللي هما am و is و are، في الماضي اللي هما was و were، التصريف التالت been، المصدر بتاعهم be بس اللي هو verb to be. فهنا عندنا المضارع، فعندنا ايه؟ am و is و are. سوري الصفحة. تمام يا جماعة. فقال لي subject I بيجي مع am، I am ال subject he و she و it، أو أي subject singular أي فعل مفرد بيجي مع is، ال we وال you وال they وأي subject plural بيجوا مع ال are. يبقى I am، he she it أي فعل مفرد is، we و you و they وأي فعل جمع بيجوا مع ال are. تمام يا جماعة؟ يبقى أول حاجة هو السبجكت، بعدين verb to be اللي هم عندنا am و is و are، بعدين المصدر مضاف ليه ing.
لاحظ ان الاي ان جي دي هتفضل معانا في الزمن دايما، سواء عندنا جمله مثبته جمله منفيه استفهام، هي قاعده معانا مش هتتغير ابدا. ماشي، اداني اكزامبلز، قال لي ايه؟ منال اند منى. هنا منال اند منى دول جمع ولا مفرد؟ جمع. جمع. هياخدوا ايه بقى؟ ايه شكل الفيرب؟ ار. يس، ويل دان. يبقى منال اند منى ار. ار ايه؟ ار ستاديينج. شايفين الاي ان جي؟ اي ستاديينج كاليجرافي. يبقى دلوقتي حالا at the moment of speaking منال اند منى بيذاكروا ايه؟ بيذاكروا خط. بيذاكروا ايه؟ خط. are studying calligraphy. يبقى بدأنا هو بالسبجكت بتاعنا، بعدين verb to be، بعدين الverb مضاف لي ing. another example، قال لي سامي is، يبقى سامي هنا singular، سامي مفرد، أخد is. سامي is learning sign language at school. سامي بيتعلم لغة الإشارة في المدرسة، فهنا الثاني هو السبجكت، بعدين verb to be is، بعدين learning الverb مضاف لي ing. another example، I'm sitting in my English class now. زينا كده، I'm sitting in my English class now. يبقى أنا جالس في فصل الإنجليزي دلوقتي أو حصة الإنجليزي دلوقتي. بدأنا هو بالسبجكت I، بعدين verb to be am، بعدين sitting أهو الverb مضاف لي ing. تمام يا جماعة؟ مين يديني example على ال present continuous؟ مين حابب يقول لنا example؟ أكمل. اتفضلي. I am English. I am English study. Study English. ثانية بس. They are still reading the story. They are reading a story. They are reading a story. Well done. Well done. برافو عليك. مين حابب يقول لنا example تاني في ال present continuous؟ محدش؟ أنا يمس، أنا يمس. Okay. Go ahead. أنا أمس يمس. Yes، بقول لك go ahead. أه تمام. قول يعني. I am playing football in the playground. I am playing football in the playground. Yes، well done يا أنس. وفي حد خرج، بس أنا عايز أعرف مين اللي خرج. تقال؟ لا تقال موجود. حلا؟ حلا اللي خرجت صح؟ اه يا مس حلا. اوكي، عايزة بس بكتب الملاحظات ونكمل. تمام، يبقى فهمنا ايه التكوين بتاع ال present continuous؟ مفهوم يا جماعة؟ في أي حد مش فاهم؟ أوكي يعني نكمل. طيب عايزين ننفي الجملة بتاعتنا في ال present continuous ازاي؟ أنفي، اتفقنا في الإنجليش بننفي ازاي عامة؟ يا جماعة اتفقنا ازاي بننفي جملة في الانجليش؟ لا ده في البريزنت سيمبل، الدونت ودازنت دول بنقول عموما في الانجليش Yes, I في can ايه؟ or no, I don't. Yes, I'm not or isn't. بصوا القاعدة العامة عندنا في الانجليش، يا لما نيجي ننفي بننفي بنوت. النوت دي بنحطها فين؟ قال لي بنحطها في جنب الفعل المساعد. اللي هو يبقى الأمر القاعدة إذا العامة، يس، اللي هم عندنا هنا الأم والإز والآر. يبقى القاعدة العامة عندنا في الإنجليش لما بنيجي ننفي جملة بنحط نوت للفعل المساعد. ندور الجملة بتاعتنا فين الفعل المساعد اللي فيها ونحط لها نوت، تبقى كده نفيناها.
لو ما لقيناش فعل مساعد زي ال present simple اللي أخدناه ال unit اللي عدت، كنا بنجيب لها فعل مساعد من بره. هنا في ال present continuous عندنا فعل مساعد ولا لأ؟ famous في ال present continuous هنا فين ال auxiliary verb؟ فين الفعل المساعد؟ أه؟ يا جماعة فين؟ أي جملة يعني؟ هنا في التكوين ده بتاعنا بتاع present simple عامة ده اللي في البوكس اللي فوق ده، هل في أي am فعل is مساعد ولا off لأ؟ am is yes off am is well off done. يبقى احنا عندنا هنا في ال present continuous الحمد لله عندنا فعل مساعد اللي هم am و is و are. يبقى لما أجي am فيها هعمل إيه؟ هنحط نوت. بالظبط كده، هنحط لهم not. يبقى اه يبقى am not clear isn't clean are وارد. not. اوكي، اوكي يبقى لما اجي am في الجمله بتاعتي في present continuous بضيف not هنا بعد الفعل المساعد اللي هو بعد am و is و are. تبقى am not، شايفين اهو ضفنا لها not بس، isn't aren't او is not are not. ماشي، وهتفضل عندنا ال ing زي ما هي عشان ال am وال is وال are لسه موجودين معايا في الجملة ما تشالوش. بقى في النفي عندي بيبقى عندي subject بعدين ال am وال is وال are زي ما هما، بعدين بضيف not بس، وبعدين ال verb مضاف فيه ing ده موجود معايا زي ما هو مش هيتغير. يبقى دي طريقة النفي. اداني example هو قال لي ايه؟ she isn't learning English at the moment، هي مش بتتعلم انجليزي دلوقتي. يبقى هو بدأنا بالسبجكت بعدين الفعل المساعد، حطينا له نوت عشان ننفيه، الفيرب مضاف لي اي ان جي عندي زي ما هو ما اتغيرش. طيب زي aren't playing tennis now، وهما مش بيلعبوا تنس دلوقتي. سبجكت فعل مساعد ضفنا له نوت عشان ننفي، الفيرب مضاف لي اي ان جي. طيب عبيدة، انفي لي الجملة اللي فوق دي بتاعت منال and منى are studying calligraphy. يا عبيدة ايوه انفي الجملة اللي فوق دي يا عبيدة بتاعت منال and منى are studying calligraphy. عايزاك تنفيها يا عبيد. منال اند منى ارنت Yes. studying Calligraphy. calligraphy. Yes. Well done يا عبيدة. أحسنت يا عبيدة. يبقى هنا عبيدة عمل إيه؟ ضاف نوت بعد الـ R بقت aren't. أحسنت. أوكي طيب، عايزة تقى إن في الجملة التانية يا تقى. سما is learning sign language at school. Sarah is not learning sign language in school. Sign language. Sign language. Excellent يا تقى. يبقى تقى عملت ايه؟ ضافت نوت لإز. طيب عايزة محمود انفيلي الجملة التالتة I am sitting in my English class now. يا محمود، محمود سامعني؟ يا محمود محمود، محمود مش موجود. طيب أنس I كان am في not جملة sitting. تانية. I am not sitting in my English classroom now. yes well done. Miss محمود طلع. الجملة دي تنطبق على محمود بقى صح؟ هو دلوقتي مش موجود في الكلاس. أيوة صح. اوكي فهمتوا زينا فينا؟ أيوة مس. تمام. ازاي بقى نعمل yes or no question؟ اتفقنا في الانجليش عموما ازاي بنعمل yes or no question؟
بنحط كلمة ال يس أو نو كويستشن، بنحط ال أم ويز أو أر زائد الفاعل زائد ال infinitive. لا زائد الاي ان جي. ويل دان، برافو عليك. انا بتكلم عامه في الانجليش، لما باجي اعمل يس اور نو كويستشن بعمل ايه؟ ايه عموما في الانجليش لما بنيجي نعمل يس اور نو كويستشن لازم نبدا بالفعل المساعد، دي القاعده العامه. اوكي تمام. يبقى بالنسبة عشان اعمل لشنو دخل مين دخل؟ محمود؟ اوكي نحذف الملاحظة يعني اللي كتبناها. اوكي يبقى عشان اعمل yes or no question في الانجليش عامة لازم ابدأ بالفعل المساعد، فاتفقنا مين هنا عندنا فعل مساعد في ال present continuous؟ am و is و are. yes am و is و are، يبقى هبدأ بيهم هما ال yes or no question بتاعي. هعمل كروس كده، اطلع ام و از و ار بره وادخل السبجكت بتاعي جو. كروس كده ام و از و ار طلعوا بره اهو، والسبجكت بتاعي دخل جو. شايفين عملنا ازاي؟ عملنا جاست كروس، بس عملنا كروس كده طلعنا ام و از و ار بره اللي هو الفعل المساعد، طلعناه بره ودخلنا السبجكت بتاعي جو. فبقى الياس او نو كويستشن عندي في البريزنت كونتينوس بيتكون بالشكل ده، بدأناه بالفعل المساعد اللي هو ام و از و ار، بعدين السبجكتس بتوعي اي مع ام، هي وشي وات والمفرد مع از، وي ويو وذي والجمع مع ار، وبعدين ضفنا الاي ان جي للفيرب بتاعنا المصدر بلس اي ان جي. تمام، اداني اكزامبل قال لي ايه؟ is she helping sick people at present؟ هل هي بتساعد الناس المرضى في دلوقتي في الحاضر يعني؟ بدأنا بإيه؟ إيه أهو فعل مساعد، بعدين شي فاعل، بعدين helping أهو الفيرب مضاف في I N G. طب إزاي هجاوب؟ قال هنجاوب yes أو no، بعدين subject، بعدين الفعل المساعد بتاعي، وفي النفي هضيف لها not، بقى يا إما yes she is يا إما no she isn't. أوكي؟ اوكي اوكي تمام. example تاني قال له are they growing potatoes now؟ هل هم بيزرعوا بطاطس دلوقتي؟ are ده الفعل المساعد، they ده الفاعل، growing الفعل المضاف في ing. قال له yes they are أو no they aren't. اوكي ناخد بقى الأمثلة اللي فوق دي نعمل لها yes or no question. أول مثال يا عبد الرحمن اعمل لنا عليه yes or no question. تعمل ايه الاند مونا يا عبد الرحمن؟ ايوه ماشي. اقرا يعني مش ثانيه. منال اند منى اعمل ار ستودينج calligraphy. كاليجرافي. calligraphy عايزك تعمل لي yes or no question عليه. تمام ثانيه. يبقى هتعمل مش كروس. ار ايوه ماشي ار ار منال اند منى. لا ثانية ثانية صح؟ ام او لا ثانية وات ار لا لا، هنا yes نو or no question، مش WH question، فأنت ماشي صح. مش هو استوى هيسألهم هم بيذاكروا ايه. لا تسألهم هل تذكروا دلوقتي خط؟ تمام. ار زي قصدي ار منال اند منى studying now. studying calligraphy. اوكي سيدنج كايزر. انت كنت عايز تعمل WH question، طيب اعمله. يبقى ماشي. what what are yes منال اند منى studying؟ yes well done، برافو عليك. انت كده عملت yes or no question وعملت WH question. Thank اوكي you. طيب المثال الثاني، اكسلنت يا عبد الرحمن، اللهم بارك.
المثال الثاني يا رودي، سامي is learning sign language at school. اعملي عليه yes or no question. رودي موجودة ولا لأ؟ ايوه، اوكي سامي is go ahead. learning sign school at the school. لو WH question question هتبقى Yes or no, yes or no question. what does Sammy learn No, learns no, in no, no. No, no, عايزة yes or no question. okay do, does Sammy learn does Sammy ليه learn بتجيبي ده؟ ليه بتجيبي ده يا رودي؟ احنا فين ايه الفعل المساعد اللي عندي في الجملة؟ is is ليه جبتي does؟ does دي في ال present simple ملناش دعوة بيها دلوقتي. Is Sammy learning sign language at school? yes well done. يبقى انت عملتي ايه يا رودي؟ عملتي cross، طلعتي الفعل المساعد بره اللي هو is ودخلتي subject جوه اللي هو سامي. تمام؟ في حد يا جماعة مش فاهم ازاي بنعمل yes or no question؟ لا يمس. لا اوكي، بعدين عندنا WH question. WH question عارفين نفس ال yes or no question بس قبله كلمة استفهام، يبقى نفس ترتيب ال yes or no question وقبله كلمة استفهام، فبيبقى كلمة استفهام بعدين فعل مساعد بعدين subject بعدين ال ING بتاعتنا قاعدة معانا زي ما هي مش هتتغير. تمام؟ فقال لي ايه مثال where are you working now، اين تعمل الان؟ where اهو كلمة استفهام، are فعل مساعد، you ده السبجكت بتاعي، بعدين working اهو الفيرب مضاف لي ing. where are you working now؟ قال له I am working in Cairo. I am working in Cairo. المثال اللي فوق بتاع منى ومنال كان عبد الرحمن عمله، قال لنا what are منال and منى studying. منال ومنى بيذاكروا ايه؟ طيب عايزة حد يعمل لي WH question على جملة تاني is learning sign language at school. أعمل مين أنا يس؟ حابب يعمل؟ اوكي go ahead. أوكي، اللي هي Miss Sammy learning language sign language in school. Yes، عايز عليها WH question. Who is learning sign language in school؟ Well then, who is learning sign language at school؟ برافو عليك. مين يعمل لي سؤال تاني على نفس الجملة دي؟ يسألني سامي بيتعلم ايه في المدرسة؟ مازن. يا نعم يا مازن مس، سامعني؟ نعم يا اعمل لي مس. WH question على جملة سامي. اسأل سامي بيتعلم ايه في المدرسة. طيب يا مس، what is Sammy learning at the school؟ yes well done. what is Sammy learning at school؟ فهما الاثنين عملوا ايه؟ جابوا كلمة استفهام بعدين الفعل المساعد بعدين الفاعل وبعدين الفيرب مضاف لي ing. what is Sammy learning at school؟ تمام؟ أو who is learning sign language at school؟ احنا ما جبناش subject طبعا عشان احنا بنسأل عن subject أصلا. في حاجة مش مفهومة لغاية دلوقتي؟ تمام لغاية هنا؟ اوكي يا جماعة معايا؟ للأسف للأسف الشديد النهاردة هناخد هوم وورك. مبسوطين انتوا طبعا. عندنا اليسج الاستخدام بتاع ال present continuous بنستخدمه في ايه؟ قال لي أول استخدام يستخدم هذا الزمن عن حدث يقع أثناء الكلام at the moment of speaking، حاجة بتحصل دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، يبقى ده أول استخدام. they are designing a new library now، هما دلوقتي قاعدين يصمموا مكتبة جديدة، فدي حاجة بتحصل دلوقتي حالا وقت الكلام. اوكي، تاني استخدام للبريزنت كونتينيوس،
هل يستخدم لوصف أحداث مخطط لها في المستقبل؟ حاجة احنا مخططين لها كويس في المستقبل، ساعتها أقدر أستخدم معاها يا هو ال present continuous. قال لي إيه؟ we are going to Aswan tomorrow. معناها إيه we are going to Aswan tomorrow دي؟ معناها إن احنا خلاص مجهزين كل حاجة، حجزنا التيكت بتاعتنا، مجهزين شنطنا، مسافرين بكرة بإذن الله. كده إيه؟ مخطط للمستقبل، مترتب لها كل حاجة. They are having a party tonight. هم عندهم حفلة النهاردة بالليل، جهزوا كل حاجة، عزموا الناس وعندهم حفلة النهاردة بالليل. بعد إيه؟ مخططات زمنية. تمام، يا دول الاستخدامين بتوع ال present continuous، حاجة بتحصل أثناء الكلام دلوقتي وحاجة مخطط لها في المستقبل. واضح؟ حسيتنا خلصت كده؟ في أي استفسارات عندكم؟ هنعمل لا يا ايه؟ بنتي، هنذاكر الفوكابلري اللي اخدناهم تمام كلهم، باقي لنا الديفينيشنز والسافكس والبريفكس اللي هناخدهم المره الجايه، وهنذاكر الجرامر بتاعتنا، وهنكمل الملاحظات بتاعت الاي ان جي المره الجايه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله والامتحان هنعيد المرة الجاية. الاختبار، لا هبعته لكم ان شاء الله على جروب على جروب، يعني يا اما النهارده يا اما بكره بالكتير. تمام يا مس، ماشي، الاختبار مش هيبقى في الحصة يعني. تمام. ايه، see you next week. Have a nice weekend. See you. Goodbye. Bye. Bye.